أظن كده عدينا العيب يا ست بولين. قلتولنا البنت صغيرة سافر سمير وأبدا مرضاش يتجوز، ومن ساعتها مفيش على لسانه غير مريم مريم. أظن الأنسة مريم دلوقتي ما عندهاش مانع إن احنا نعمل حتى ولو نص إكليل، وفي الأجازة الجاية نتجوز ونسافر مع بعض. وهي مريم هتلاقي أحسن منك يا سمير؟ ده أنت أدب وأخلاق. لا وإمكانيات، ده جاي من الخليج جايب كل حاجة من التلاجة لغاية الكاس ده اللي شاشته بتعمل ألوان. ربنا يبارك له ويديله كمان وكمان. وانت يا شكري ايه رأيك؟ هو انا اللي هتجوز يا طنط ماري؟ رأيي في الأول وفي الآخر لمريم. إلا صحيح، هي الأنسة مريم فين؟ بتنجي امسحي دموعك دي وحطي شوية زفت على وشك ويلا يلا عشان تقابليهم. مش هخرج اقابل حد ومش هتجوز يا سمير بتاعك ده، لو وصلت لنا افضل عانس طول عمري. بتحرجيني قدام الناس عشان خاطر الواد مصطفى ده؟ مصطفى ملوش دعوة بالموضوع ده. امال مين اللي له دعوة؟ لو مفيش غير سمير ده برضو مش هتجوز. بقولك ايه، قابليهم دلوقتي وبعدين نتفاهم. لا يعني لا. اسمعي الكلام، مش عاوزة فضايح. انت عارفة ماري وطولة لسانها. وانا ما يهمنيش منها. لكن انا يهمني. ايه ده يا ماما، صوتك وصل للناس برا. تعالى شوف اختك. مالك يا مريم، في ايه؟ انت كمان بتعيطي؟ خلاص لو مش عايزة تتجوزيه بلاش. ميرسي يا شكري. ميرسي يا شكري. لا يا حبيبتي، محدش غيري كلمته هتمشي في البيت ده، مفهوم؟ ما قلتش قادرة اقاوم اكتر من كده. مش هسمح لأي حد ياخدك مني يا مريم. واضح إن الموضوع ولا هو بكيفي ولا بكيفك، ولا إني بحبك وإنت بتحبني، الموضوع أكبر مني ومنك. سنك كام سنة عشان أمك تضغط عليكي بالشكل ده؟ ما هو لو ما كنتش إنت في الصورة كنت رفضت سمير ده، كانت هتاخد الموضوع ببساطة، بس هي عايزة تخلص منك. الموت أهون عليا. بعد الشر عليك يا حبيبي، أوعى تقول كده تاني. ما أنا مش عارف أعمل إيه. وأنا زيك بالظبط. زهقت من الحصار المفروض عليا في الطلوع والنزول ونظرات امي اللي كلها شك. طب وشكري كان موقفه ايه؟ وقف جنبي بس، لانه مش عارف ليه ماما بتضغط عليا وماما بتهددني انها هتقول. يمكن ده يبقى الحل الوحيد. انا لغايه دلوقتي ماسكه نفسي ومش عاوزه اقول لاخوك، لكن والمسيح الحي ان ما اتجوزتي ونسيتي الواد اللي اسمه مصطفى ده لكون مطربقها فوق نافوخك. ريحي نفسك يا ماما، لا هتجوز ده ولا هتجوز ده. شوف البيت، يكونش كان عندك امل تتجوزي الواد مصطفى ده اللي لا هو من دينك ولا انت من دينه. لا دي نجوم السما قرب لك. رايحه فين؟ تعبانه وعايزه استريح في اوضتي. لما اكون بكلمك ما تسيبنيش وتمشي. في ايه يا جماعه؟ في ايه؟ ما ينفعش اللي بيحصل ده. معقوله يا ماما هو كل يوم والتاني خناق وصوتكوا يجيب لغايه اخر الميدان؟ تعالى شوف اختك، تالت مره ميري واخوها ييجوا ما ترضاش تقابلهم، يعني اودي وشي من الناس دي فين؟ جرى ايه يا ماما؟ واحده مش عايزه تتجوز واحد، خلاص سيبيها على راحتها. الله، انت كمان هتعوم على عمها؟ يا ماما يا حبيبتي، انت عارفه كويس قوي ان الجواز عندنا ضربات ابدي، عشان كده مريم لازم تختار اللي هتكمل معاه بقيه حياتها، عشان مش كل يوم والتاني يحصل لنا مشكله. انت رايحه فين؟ نازله اشم شويه هوا، حرام ولا ممنوع؟ خلاص سيبيها يا ماما، ما تتاخريش يا مريم. حاضر. محدش مفرعنها غير دلعك فيها. خليك ايه اللي هتسافره انت في السن ده يا امين؟ سن؟ هو السفر له سن؟ عقد عمل وجاني نقول لا؟ الله، ده حضرتك فقت اهو، بقيت مركز وبترد يعني. يعني ايه يا فضل؟ انا اسفه، انا ما اقصدش حاجه والله، انا كنت بس بهزر يعني، عشان فرحانه قوي. جرايه يا جماعه، في ايه؟ على فكرة عم أمين، عمتي عليا تقصد يعني على موضوع السفر، إنك لسه هتسافر وهتتغرب وأنت عارف الغربة صعبة، ولسه هتتعامل مع ناس لا تعرفهم ولا حتى هم يعرفوك يعني. وبعدين هي كمان قصدها إنك هتوحشها. إيه يا عم أمين ده، أنت يعني تفهمها وهي طايرة؟ إيه دي اللي نفهمها وهي طايرة؟ أنا خلاص ما عدتش أمين بتاع زمان، أنا قربت أتجنن، ناقص أمشي في الشوارع والعيال يجروا ورايا ويزقلوني بالطوب. أستغفر الله العظيم، ليه بس يا أبي بتقول كده؟ كان لازم أهرب، أروح أبعد مكان في الدنيا. صحيح مش سهل عليا إني
نفوتك عليا، لكن اعذروني أنا تعبان يا ناس، تعبان. طب وانا؟ انت معاكي فاطمه ويوسف، وبعدين انت طول عمرك وانت شايله البيت وشايلاني، ده قدرك ونصيبك علي. درش. السلام عليكم. عليكم السلام يا حبيبي. عايزك جوه ضروري. طيب اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. على إذنكم. مش قادر أفهم إيه الجديد يعني. مش أخو مريدة اتقدم ثلاث مرات لمريم ورفضته؟ المرة دي جات لي بتعيط، وقالت لي ما عدتش قادر أقاوم أكتر من كده ولازم يبقى في حل. وأنت شايف إيه الحل؟ أمال أنا جالك ليه يا يوسف؟ ما أنا قلت لك قبل كده يا مصطفى. لازم شكري يعرف. لازم. يا يوسف أنا مش جالك عشان تلومني، أنا جالك عشان تنقذني. طبقوا معايا. على فين بس؟ تعالى بس. أهلا أهلا بالأهل ما بيسألوش. إزيك يا فنان؟ أهلا. بقول لك إيه؟ أنت قاعد هنا لوحدك ولا في حد معاك؟ ليه وإحنا هنسرق بنك مصر ولا إيه؟ اتفضل خش. أمي عند طنط ماري ومريم جوه في أوضتها. مالك يا مصطفى ساكت كده ليه؟ لا مفيش. تشربوا إيه؟ لا مش وقته. بقول لك ايه، احنا عايزينك في موضوع مهم قوي. دي حكايه بجد بقى. تعالوا اقعدوا. في حاجه حصلت ولا ايه؟ شوف يا شكري، انت فنان يعني رقيق ومشاعرك زي الملايكه في طيبتها وفي رقتها، صح؟ متشكرين يا اخويا على الكلام اللذيذ ده، بس ايه بنثبته بقى؟ ما انا جاي لك في كلام اهو. الانسان اللي زيك يا شكري أكتر واحد يقدر يعني إيه مشاعر بشر، ويعرف يعني إيه حب، وزي قلب يشتاق لقلب، وإن الإنسان مش بإيده مشاعره رايحة فين، ولا قلبه بيدق لمين. إيه يا عم الفوازير دي؟ ما تتكلم أنت يا مصطفى، يمكن أفهم منك يوسف عايز يقول إيه؟ لا، ما قصد يوسف عارف الحكاية. حكاية؟ ما تتكلم يا عم يوسف. يا عم اصبر عليا شوية. أنت طبعًا عارف إن العلاقة اللي بين المسلمين والمسيحيين في مصر علاقة أزلية ومفيش حاجة أقوى منها. الله، ده أنت عطير النشرة بقى. ما أنا عارف كل الكلام اللي أنت بتقوله ده، إيه نسبته بقى؟ أنت تقدر تمنع قلبك يحب واحدة بإيدك يعني؟ لا طبعا. طيب الحمد لله اتحلت أهي. هو أنا حبيت واحدة؟ طب وهي مين دي بقى؟ مش أنت يا بني آدم مصطفى. أخيرا وقعت يا درش. مين بقى اللي حظها اسود وامها داعي عليها دي؟ مريم اختك. مريم؟ اه مريم، وهي كمان بتحبه يا شكري. وبعدين احنا متفقين ان مفيش فرق بين مسلم ومسيحي، وانت فنان وعقلك متفتح. ومن امتى ده حصل؟ وهما صغيرين. كل ده وانا نايم في العسل؟ لا يا شكري ما تفهمهاش كده. مريم، يا مريم، ايه يا شكري؟